يلا السلام عليكم، شلون الشباب؟ ان شاء الله بخير. الجهنميه، طبعا الجهنميه من النباتات الاساسيه بالحديقه بالمحميه، خاصه لاهل المحميات. وهذا طبعا من النباتات القويه اللي اثبتت جدارتها بتحمل مختلف الظروف، طبعا سواء كانت بالصيف او كانت بالشتاء، تتحمل البروده، تتحمل الحراره العاليه، تحتاج شمس. طبعا تقريبا اغلب النباتات المزهره طبعا هي تحتاج الشمس، والمثمره كذلك. هاي الورد مالته اكو فد مغالطه يعني بتسميه، العفو، بالازهار مالته. الازهار هاي لونها ابيض، شوفوها صغير، حجمها صغير، هي هذا ورد الجهنميه. اما الباقي فلا، يعني هذا الوردي الابيض الاحمر طوخ، بيها عده الوان، بس الازهار مالتها هاي الصغيره شوفوها، هو هذا ورد الجهنميه. طبعا نبات قوي، يحتاجون اهل المحميات بانواع عده، يعني من المتسلق، من يحتاج تقليم. طبعا هو تقدر تنسقها بالحديقه بالمحميه بمخابئ للاعشاش، هو بتفاصيل. تحياتي للجميع.